السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى لأي واحد كيشاهد الفيديو ديال اليوم دوام الصحة والعافية وطول العمر والبركة في الرزق يا ربي. يعني كما لاحظتوا في البداية ديال الفيديو، بديت معكم الفيديو بالخرجة اللي درت البيم، صورت لكم الهميزات اللي كاينين ونزلتهم في الفيديو السابق، ودابا جيت باش نصور لكم الاشياء اللي خديتها او الهميزات اللي خديتهم. اذا كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا بديت لكم هنايا بمواد التنظيف اللي خديت من بيم. خديت هاد جافيل، هذا سبق لي واستعملت الصفر، ودابا ملي سالالي بغيت نغير وقلت غنجرب هاد الاخضر هذا وهاد ديغريسون من نفس لا مارك ديال غولدال. اول مره غادي نجربه في صراحه ديال البوطه، غادي نستعمله وغادي نشوف لا كاليتي ديالو واش مزيان ولا لا. وميستر بي بطبيعه الحال هذا غني عن التعريف وما كيخطانيش في صراحه في الدار. وخديت هنا بعض الاشياء بسيطه، هاد الادوات المدرسيه هنايا بنتي عجبوها وخداتهم، يعني غير هكذا شي حويجات بساط. مازال ان شاء الله الادوات المدرسيه ما خديتهم لهاش، مازال خديت لها ديك لاجوندا عجبتها في داك اللوين، راه شاركتها معكم في الفيديو السابق، والثمن ديال كل حاجه غتلقاوه مكتوب الفوق. يعني كتعرفوا البنيتات هكا كيعجبهم ياخذوا نهار الاول هكدا شي حاجه مميزه هكدا، شي مذكره ولا شي حاجه بحال هكدا يكتبوا فيها اي حاجه كيقولوها لهم في المدرسه الاساتذه ديالهم، ولا ياخذوا فيها دي نوت هكدا. وهذه الكارطه بطبيعه الحال الثمن ديالها 150 درهم، خديتها لها في هذا اللوين ديال البنات. هنايا عجبتني لا كاليتي ديالها والثمن مناسب جدا، وخاصه ان عندها الكارطابل ديالها العام اللي فات خديتو لها، باقي يعني صحيح باقي جديد. هذا خديتو لها غير باش تبدل فيه، مره هذا مره القديم. باش عجبني كثر فيه بزاف ديال الجيوبه كما كتشوفوا لداخل، جيوبه صغار وحدين كبار هكذا باش تفرق الادوات المدرسيه ديالها، كل حاجه ديرها في بلاصه وتبقى يعني عارفه كل حاجه فين كاينه، ما تخلطوا لهاش الادوات هكذا في الكارطابل. وهاد لي كارطابل هادو ديال 150 درهم جايين في ثلاثه د اللوينات، رجعوا للفيديو السابق وغتشوفوا اللوينات اللي فيهم، هاد الغوز وكاين الزرق وكاين اللي فيها البيض والكحل. وكاين هاد الترموس هذا اللي خديته الثمن ديالو 55 درهم، هذا رائع بالنسبه للمميزات ديالو، كيقبض السخونيه 12 ساعه والبروديه 24 ساعه، يعني درنا فيه الماء البارد ولا شي عصير هكا بارد 24 ساعه كيبقى قابض البروده، ولا درنا هكا قهيوه ولا شي حاجه هكا سخونه حليب ولا كيبقى 12 ساعه. المهم غادي نجربو ان شاء الله ونقول لكم عليه لا كاليتي ديالو واش مزيان ولا لا، باش هكدا الا جابوهم مره اخرى تاخذوا منهم. وكاين هاد الديكور هذا اللي كيتعلق في الحيط كيجي بهذا الشكل، هذا خديت لها انا اونسومبل من هاد
هاد الديكورات اللي جابوا هاد المره ديال الخشب عجبوني، وخديت لها هكذا 4 ديال لي بياس. هاد الديكورات فيهم 2 ديال الشكيلات، كاين هاد لو تيم هذا مكتوب فيه هابي، ولو تيم الاخر مكتوب فيه سفاري، فيه دوك الصور ديال التمساح والزرافه، وهذا فيه هابي وفيه داك قطيطه في الغوص. وخديت لها معاها هاد البورت بوجي دائما في نفس لو تيم كما كتشوفوا. هادي الثمن ديالها يمكن 50 درهم. وهاديك البلاصه الفوق الا بغيتو كديروا فيها الصوره ديال الوليد ديال البنيته، عفوا ماشي الوليد، هادي ديال البنيتات. شفتوا كيفاش دايره من الداخل؟ وهما هاد الشكل، هاد الحويجات هادو كيبغيو شويه المحافظه، وهادي باش ما يخسروش دغيا، ان ماشي شي صح ولا شي حاجه، راكم عارفين شي حاجه هكذا ديال هاد الديكور وصافي. وكاين هاد الغونجمو اللي حمقني صراحه، عجبني بزاف. كاين واحد الغونجمو جاي هكذا طويل، فيه 3 ديال لي تيغواغ بالطول افقي، وكاين هذا فيه 4 ديال لي تيغواغ. هذا عجبني اكثر كما كتشوفوا، فيه 4 ديال لي تيغواغ، رائع زويون صراحه. كاين شكيلات اخرين انا ما خديتش منهم، كاين الكادغ فوتو ما عجبنيش لا كاليتي ديالو، ما خديتوش. صافي اكتفيت بهادو التشكيلات هادو ب4. مازال غنشارك معكم الشكل الرابع. وكاينه هادي، هاد الشكيل هذا كيتعلق، داري له البلاصه اللي بغيتو تعلقوه، الثمن ديالو 70 درهم، من 69 هي هذيك 70 درهم في هاد الشكيل هذا باش يكمل لي لونسومبل. هذا كتحطو فيه هكذا لي ماركور البلونكو، داك المساحه ستيلويات الفوق. شفتو كيجي لونسومبل هكذا رائع. من بعد ان شاء الله غادي نقاد البيت للوليدات، وغادي نشارك معكم هاد الديكورات هادو فين حطيتهم. دان كما كتلاحظوا خديت هاد الديكورات هادو ب4، يعني زعمت خديتهم. واخا راكم عارفين الدخول المدرسي والمصاريف كثيره، الكسوه ديال الكتوبه، لي فخي ديال المدارس الى اخره، ولكن ماشي مشكل هكذا نفرحوا الوليدات هكذا بشي حاجه زوينه، شي حاجه جديده باش نبداو سنه دراسيه جديده بطاقه زوينه ان شاء الله، باش العام ان شاء الله كله يدوز زوين ما فيها باس. نفرحوا الوليدات ماشي مشكل. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهده لا فيديو، تكونوا استفدتوا خديتوا افكار من هاد الحويجات اللي خديت، وعرفتوا الاثمنه. ما تنساوش كالعاده تدعموني في القناه وتشاركوا لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء، ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا، وما تنساوش تفعلوا جرس الاشتراك وتضغطوا على جيم ولايك فضلا وليس امرا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.